السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شوات الميمة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم لانوس نسمة بالطيبة ديال الفراولة أي الفريز. المكونات اللي غنحتاج في الطبقة الأولى 200 غرام ديال البسكويت مطحون و 100 غرام ديال الزبدة مذابة، ونحتاج الإطار مربع فرشت ليه ورق سوفيريزي كما كتلاحظوا معايا. دابا غناخد نخلط الزبدة مع البسكويت. هو الخليط منسجم ليا مع بعضو، دابا نكبوه مع في الإطار. من بعد ما بسطنا صابلي على المول كامل، دابا غنمرو باش نحضرو الطبقة الثانية اللي كتكون من لاموس. بالنسبة للمكونات ديال الطبقة الثانية، 200 مليلتر ديال الكريمة الإنجليزية. بالنسبة للكريمة الإنجليزية سبق لي واحد الدرسها، اللي بغا يشوف طريقة التحضير ديالها رجع للقناة تلقى الفيديو. غنحتاج الأوراق دو الجيلاتين، غنحتاج 300 غرام ديال القشطة الطرية طالعه، بطبيعة الحال نطلعوها بالسكر الخشن، ونحتاج الاكستري ديال الفراولة. دابا غناخد اوراق دو الجيلاتين غنوضعهم في الماء بارد، من بعدها غنوضعهم في الكريمه الانجليزيه. انا الكريمه الانجليزيه اللي حضرتها بقى سخونه، يعني غنوضع فيها اوراق دو الجيلاتين غيذوبوا ليا. هما الاوراق دو الجيلاتين ترخاو، نعصرو مزيان من الماء ونوضعهم في الكريمه الانجليزيه وتنخلط حتى يذوبوا ليا. دابا نخليو الكريمة الإنجليزية حتى تبرد تماما، هذا باش غنضيفو ليها القشطة الطرية اللي طالعة عندنا أو الإكستري ديال الفراولة. من بعد ما بردت لينا الكريمة الإنجليزية، دابا غنضيف ليها الإكستري ديال الفراولة. من بعد ما نسجم لينا الإكستري ديال الفراولة مع الكريمة الإنجليزية، دابا نبدا نضيف القشطة الطرية. دابا نصبو الخليط ديالنا فوق البسكوي. دابا ندخلو لاموس ديالنا المجمد لمدة ساعتين حتى تبرد وتشد فراسها مزيان، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. مرور جوج سوايع ولاموس ديالنا في المجمد، دابا غنزولها نزول ليها المول، ندوز السكين بالجناب ديالها.
هي لاموس ديالنا كما كتلاحظوا معايا كيفاش تجي. هيا لاموس ديالنا في الشكل ديالها النهائي. كنتمنى هاد الفكره تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو عملوا لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائله ديالكم الاصدقاء، والى اللقاء مع وصفه جديده.